السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير من اسكندرية، من منطقة سبورتنج مع صيادين السمك منطقة سبورتنج. أحلى وقت للصيد يا جماعة وقت الغروب دوت، صيادين كتير واقفين. بص حتى القطط قاعدة هي مستنية رزقها من السمك، أي سمك صغير بيطلع من الصيادين دوت بيرموه للقطط، عارفة إن هي إيه مستنية رزقها. قاعدة كده بص مستكيسة على البحر مستنية السمك يطلع. الجو جميل جدا يا جماعة في اسكندرية آخر أيام الصيف وقت الغروب، الدنيا جميلة جدا. الصيادين بصوا مستمتعين، مش مهم السمك يعني، بس هم أحد حاجة الوقفة دي مع غروب الشمس ومنظر البحر الجميل. بحر جميل النهاردة جدا للصيد، مية رائعة، موجة خفيفة مش عالية، البحر رائع النهاردة جدا يا جماعة، حاجة جميلة الصراحة مع ضوء الشمس أو غروب الشمس والشمس نازلة في المية. صيادين السمك على الحاجز تجميع مياه المطر دوت في اسكندرية في منطقة سبورتنج. الجو النهاردة رائع جدا يا جماعة، شوية هوا كده حلوين على البحر. الجو هادي بقى النهارده، دخول المدارس واخر يوم في فصل الصيف 21 سبتمبر، بكره يبدا فصل خريف 22 سبتمبر. ان شاء الله كل سنه طيبين. الصيف الجاي بقى ان شاء الله شرفونا في اسكندريه. بص الشمس جميله جدا، عامله كده ايه ذهب كده على البحر، والصيادين مستمتعين بالصيد، كله بيرمي بالمكان هنا عشان المنطقة بعيدة على البحر. ورزق الله بقى ايه، بصوا صيادين كتيرة جدا قاعدين جنب بعض كلهم، حفلة صيد جميلة ونس مع ضوء الشمس كده لغروب الشمس وهي نازلة في المية. اسكندرية يا جماعة فصل الخريف آخر وين، الصراحة حاجة روعة. ضوء الشمس كده الغروب، والصيادين بص كلهم متجمعين عند الحته ديت، حته تجميع مياه المطر. الحته دي جايبه مواسير ميه جايبه من عند الترام، داخله على شارع بورسعيد، معديه على تانيس وشارع طيبه، وواصله لحد البحر. مية مطر مش مية مجانا، بس الجو رائع يا جماعة. بس والله حتة كده قاعدة كل واحد جنب بعضه، مش عارف بقى ممكن الشعر يشبك في بعضه، بس كل واحد بيرمي في حتة. ربنا يكرمهم يا رب كده ويرزقهم. بص القطط كده حواليهم متجمعة مستنية رزقها. الحتة دي يا جماعة جميلة جدا للصيد، كله أهل اسكندرية بيجوا هنا يصطادوا الحتة ديت، والإبراهيمية وكوب شيزار والشاطبي وكليوباترا وسيدي جابر، أحلى أماكن للصيد في اسكندرية. برضه منطقة بحر جميلة جدا، والحتة برضه اللي عند السرايا بس فيها شغل شوية، عشان كده محدش بيروح هناك، كله بيتجمع هنا حتة هادية كده دوت. يا رب دايما بخير وسعادة. يا جماعة اللايك والشير دعم القناة. شكرا يا جماعة، يوم جميل، كل سنة طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب دايما بخير وسعادة، ونشوفكم إن شاء الله كل خير. شكرا يا جماعة، السلام عليكم.